طبعا ليديز فيرست، هبدا بايه طبعا الاول يعني، عشان وانت بقى ايه زي ما بنقول ايه يعني ختامها مسك. ماشي. شكرا. ايه ليه فكره الجواز دلوقتي اتغيرت عند بنات كتير وعند ولاد كتير ليه؟ طيب نبتدي بالبنات ولا بالصبيان؟ يعني بالبنات طبعا زي ما نقول ليديز فيرست، فخلينا في البنات. هقول لك حاجه، انا رايي برضو ما فيش قاعده ثابته للموضوع ده، لانه في ناس بتفضل تقول انا مش عايزه اتجوز، في بنات تقول انا سنجل وافتخر، وولاد نفس الموضوع، وفي الاخر هي بتيجي فجاه كده، فجاه بتلاقي نفسك حبيتي او ارتبطتي، ده نصيب. يعني انا مقتنعه قبل بس ما نتكلم ونتناقش في اي حاجه ان الجواز ده نصيب طبعا ورزق من عند ربنا طبعا. فدي حاجه على جنب مش هنتناقش فيها، مش مجال للنقاش. بس انا هقول لك على حاجه، البنت بقى هتكلم على الست يعني، او البنت مشكلتها في عدم الجواز او ان هي ممكن تكون رفعت شعار مش عايزه تتجوز، عامل الوقت. الوقت بمعنى الوقت ده إيه؟ مشكله قوي. بمعنى وانا صغيره دخلت الجامعه حبيت وحبيت، فده كان وقت ان انا بفكر او بدور على الحب من غير ما اشوف حاجات تانية جنبه. يعني انا شفت واحد هو حبني وانا حبيته فارتبطنا ببعض بغض النظر بقى عن حاجات تانية، سواء بقى التفاهم، المسؤوليات، الحياه. وقت الجامعه بنبقى عايشين حياه اللاف لاف يعني العشرينات، الحاجات دي هتبتدي تكبري سنه، هتبقي برضو لسه عايزه الحب بس مع حاجات تانية، عايزه معاه المسؤوليه، عايزه معاه راجل يتحمل مسؤوليه، عايزه راجل، عايزه بقى حد يبقى حنين عليك، عايزه حاجات تانية غير انك تحبي بس جنب الحب. متطلباتي خلاص اختلفت بالزبط. في سن تاني لما كبرت لما شوي. بتكسري ال 30 ورايحه في سكه ال 35 وكده وانت لوحدك واشتغلتي وبتاع، لا ما بتبقاش بقى طلباتك حب بس ولا تفاهم وكده، لا تبقى حب، موده، تفاهم، بتبتدي معامله، معامله، مسؤوليه. بتبتدي بقى تفكري في ايه، فكره ايه، انا عايزه اتجوز راجل اعيش معاه العمر كله. ايوه. مش عشان بحبه ومش مهم بكره في ايه، ولا بحبه وعايزاه نتحمل مع بعض مسؤوليه، ما بيبقاش الموضوع تكوين بيت واسره وفرح، لا بيبقى الموضوع بقى ايه، تكوين حياه. فبتبتدي انت كل ما بتكبري متطلباتك بتتغير وبتزيد في غير هقول الوقت. حاجه صغيره عشان طبعا ادي الاساتذه فرصه ان هم يردوا، انه في نقطه مهمه قوي. انا في المرحله اللي هي بتاعه انا ببقى مؤهله نفسيا ان انا داخله عايزه اشيل مسؤوليه واتجوز وبتاع، بيبقى الطرف الثاني قدامي الراجل برضو لما هو بيكبر، ما هو احنا بني ادمين بتبقى متطلباته مختلفه، فاحنا ساعات هو بيبقى مش قادر يتحمل المسؤوليه، هي المتطلبات بتختلف من عند الراجل من عند الست، فبيحصل صدام. طيب فبنقول مش عايزين نتجوز. طيب حلو قوي.